ايام كنحس براسي فاشله، كنحس ان اليوتيوب كامل كيدير نفس الحاجه باش يجيبوا مشاهدات. وانا كنبقى كنفكر واش حتى انا غنبدا ندير هاد الاشياء باش يطلع لي المشاهدات، لكن انا ما بغيتش نصنع بحال هاد المحتوى. وشنو الحاجه الاهم اللي خصني نركز عليها وانا في هاد الدومين؟ واش المشاهدات ولا التاثير اللي كنخليه من خلال الفيديوهات ديالي؟ حاجه اكيد التاثير. انا في المحتوى ديالي كنبغي نشارك معكم التجارب ديالي، شنو اللي تعلمت شنو اللي ما تعلمتش، نديروا حنا تجارب في القناه، نفيدوا بعضياتنا. اذا كانوا فيديوهات ترفيهيه بحال بلوغ فيهم طاقه ايجابيه ووصلوا كامل الاهداف، نعاونوا بعضياتنا، نحاولوا نخرجوا شي حاجه من هذا المحتوى. هذا الهدف ديالي من هذه القناه، هو اننا نخليو تميز في نفوسنا، وانتوما وانا نصنعوا الجمال في عقلنا في قلبنا وفي حياتنا. سولتوني خولة شنو تعلمتي من الحياة؟ غادي نجاوبكم. تعلمت انه بزاف من اللي تعلمنا في المدرسة شيء والواقع شيء اخر. تعلمت ان الوالدين وعائلتك اللي كيبغيوك قبل كل شيء وقبل كل شخص. تعلمت نحسن الظن بالناس وكأنهم كلهم خير، ونعتمد على نفسي وكأن لا خير في الناس. تعلمت انه ما اسمح لحتى شي واحد يطفي النور اللي في قلبي ويجعل من الحلم ديالي بحال شي بخار. تعلمت انه ما نقبلش بحياه انا ما تنحسش فيها بحياه. تعلمت نربط حياتي باهداف ماشي باشخاص، حيت الاشخاص يقدروا يخضروك، يقدروا يمشيو ويخليوك، يقدروا في منتصف الطريق صافي ما يبقاوش، لكن الاهداف ديالك الى ربطتي حياتك بهم ما غاديش ياثروا فيك الاشخاص اللي مشاو. تعلمت انه يمكن لي نخسر العالم كامل بصراحتي وبالعفويه ديالي، حسن لي ما نكسب الناس بالنفاق والتصنع والكذب والخداع وداكشي كامل. تعلمت نحتفظ بالاحسان ديالي هنا في قلبي، ونرسم الابتسامه على وجهي وما نخلي حتى شي واحد يتقلق في بلاصتي. تعلمت انه ما عندي الحق ابدا نجرح حتى شي واحد. تعلمت ما نقللش من قيمة نفسي ونقدرها حق تقدير، حيت انا الا ما عطيتش قيمة لراسي حتى شي واحد ما نتسنى منه يعطيني نفس الحاجة. تعلمت ندير الخير وما انتظرش من بعد مقابل باش ما نتصدمش. تعلمت ان الوقت اللي كنظن فيه ان كل شيء انتهى هذاك هو وقت البداية. تعلمت نقول الحمد لله على كل شيء كيف ما كانت، نقول الحمد لله. تعلمت نكون صبورة حيت الدروس اللي غنتعلمها اليوم غتفيدني غدا، حيت مثلا ما غاديش نحسو بالسلام الا ما كانتش حرب، ما غاديش نحسو بالسعادة الا ما دوزناش الحزن، ما غاديش نحسو بهذاك الاحساس، ما غاديش نحسو بداك النجاح ونفرحوا عليه الا ما كانش تعب. والحاجة اللي كتجي باردة ما كتكون عندها حتى شي قيمة في حياة الواحد. وتعلمت نثق في الله ونعتمد على راسي ونبدا، ونتذكر في كل مرة انني كنستحق كل جميل كيفما كل واحد فينا في هذه الدنيا كيستحق كل جميل. ودابا الدور فيكم نتوما، قولوا لي شنو تعلمتوا من الحياه. هاي الا عجبكم الفيديو نشروا نتوما الفائده وخليوا الناس الاخرين ينشروا التفاهه. الا عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش عندكم جوج الاختيارات لتحت، لايك وديسلايك. ولا اول مره كتشوفوني ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش في كل فيديو تتابعوني ونصنعوا كاملين الجمال. بيس.